أهلا بكم في الليلة، معكم أنا خالد سعيد ونناقش فيها. نوه المبعوث الأممي السابق عبدالله باتيلي لغضب شعبي متأجج إزاء قرار الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي وتقييد الوصول إلى منظومة المبيعات وانخفاض قيمة الدينار في السوق الموازية في ظل مخاوف من تزايد الأسعار، وحذر من تواصل الممارسات الاقتصادية والمالية التي وصفها بالضارة. والليلة نتساءل من الأكثر مسؤولية عن رداءة الوضع المعيشي للمواطن وعن تلك الممارسات التي حذر منها باتيلي. نناقش هذا الموضوع بعد ساعة إخبارية مفصلة، تابعوا عناوينها مع سميرة برحاب. شكرا لك خالد. واشنطن بوست تنقل عن دوجاريك قبول غوتيريش استقالة باتيلي وتأكيد استمرار الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية في ليبيا. الدبيبة يرحب بما جاء في أحطة المبعوث الأممي ويشدد على انتخابات نزيهة، وحماد يتهم الأخيرة بالانحياز لطرف دون آخر. ملوحة بمعاقبة مهددي السلم، واشنطن تجدد دعوتها لترحيل المرتزقة من ليبيا، وموسكو تطالب بحكومة موحدة تنظم الانتخابات. ويشاركوني في نشرة الليلة الزميل محمد زنوبة. شكرا لك سميرة. تتابعون معنا في نقطة نقاش الليلة. بغرض زراعة مليون شجرة داخل العاصمة طرابلس، شركة الخدمات العامة توقع عقدا مع شركة أويل إنفست للاستثمارات النفطية، وذلك لمواجهة نسب انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة. نتساءل في نقطة نقاش الليلة عن المواقع المستهدفة بالتشجير داخل العاصمة، وما الجداول الزمنية الموضوعة لتنفيذ التعاقد، وكيف يمكن لهذه الاتفاقية أن تقلل من انبعاثات الكربون والتصحر. وفي ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية، نتعرف عليها إذن صحبة الزميلين حمزة كديش وبدر عمار، إليكما. شكرا لكما. وفي جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، ارتفاع في أسعار صرف العملات الأجنبية بالسوق الموازية، وصرف الدولار يسجل 7 دنانير و455 درهما. وفي الرياضة تتابعون هذه الليلة، ليبيا تواجه المغرب في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة القدم داخل الصالات. كانت هذه عناوين الليلة، ما نفعود ألقاكم على رأس الساعة المقبلة. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قبل استقالة مبعوثه الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي. هذا ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن دوجاريك قوله إن الأمين العام للأمم المتحدة شكر باتيلي على جهوده لإعادة بناء السلام والاستقرار في ليبيا. كما نقلت عن دبلوماسيين بمجلس الأمن أن باتيلي لم يبلغ المجلس باستقالته في الجلستين المفتوحة والمغلقة، ولكنه أعلن ذلك في رد على سؤال أحد الصحفيين. هذا وكان باتيلي قد أعلن عن استقالته من منصبه عقب إحاطة تقدم بها حول الوضع في ليبيا أمام جلسة مجلس الأمن، مؤكدا تقديم الاستقالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. نعم، قدمت استقالتي للأمين العام والأسباب واضحة، والقرار يرجع له يقبلها أو لا. إلى ذلك، رحب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بما جاء في إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن،
مشددا على ضرورة الوصول إلى عملية انتخابية نزيهة وشفافة تقوم على قاعدة دستورية عادلة. بدوره اتهم رئيس الحكومة المكلف أسامة حماد باتيلي بتقويض الحوار من خلال ممارساته التي وصفها بالخاطئة، مضيفا أنه كان منحازا لطرف دون آخر وفشل في جمع كل الأطراف الليبية بحسب تعبيره. باتيلي ينهي رحلته في ليبيا بعد نحو 18 شهرا من توليه، لا تقدم في المشهد وفي الوقت نفسه، لا تراجع من الأطراف عن مواقفها. وضع المبعوث الأممي أوراق استقالته على طاولة الأمين العام سبقه رسائل شديدة اللهجة لجميع الأطراف أمام مجلس الأمن، اتهمهم بالأنانية والانحياز للمصالح الشخصية وعدم الرغبة بتغيير الوضع القائم. من اختار التعليق من الأطراف اختار أيضا التركيز فقط على ما يريد ويدعم موقفه في المشهد. تجاهل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الانتقادات والاتهامات ورحب بما أشار إليه باتيلي بضرورة عدم خلق مسارات ومؤسسات موازية تقوض حل الأزمة وتحول دون الوصول إلى الانتخابات. عزل نفسه عن المتهمين بالعرقلة وقال إنه يضم صوته مع المبعوث الأممي في أن تعطيل الانتخابات من قبل بعض المؤسسات يعد خطراً على مستقبل البلاد. كرر تأكيده على ضرورة الوصول إلى عملية انتخابية نزيهة تقوم على قاعدة دستورية عادلة. الحكومة المكلفة من البرلمان ذهبت إلى أبعد من ذلك، فتحت النار مجدداً على باتيلي واتهمته بالفشل وارتكاب الأخطاء في أداء مهامه. وضعت جميع ما طرحه المبعوث الأممي حول الأزمة السياسية على الرف واختارت الرد على ما يؤرقها في المشهد السياسي. أبدت استغرابها من اعتبار باتيلي إشراكها في طاولة الحوار بأنه يعطي طابعاً رسمياً للانقسام، اتهمته بنظرته المحدودة لعدم التعامل معها رسمياً باعتبارها الحكومة الشرعية في البلاد. وفق قولها لم تعلق الأطراف الأخرى رسمياً على كلمة أو استقالة الرجل. تاريخ مجلس النواب بالتعاطي مع المبعوث الأممي ورأي عضو منه قد يدلل كثيراً على موقف المجلس. خلال مشاركته في ليلة الأحرار لم يتهم العضو جبريل وحيد باتيلي بالتقصير في مهامه، بل ذهب إلى اتهامه بالعمالة وعدم رغبته بإيجاد حل للأزمة. وصفه بأنه أداة لدول كبرى لا ترغب في إنهاء أزمة البلاد. الآن طويت صفحة المبعوث الأممي لتفتح معها صفحة أممية جديدة. رحل باتيلي كمبعوث تاسع إلى البلاد بعد تيه في تعقيدات المشهد. رحل الرجل وتبقى الأطراف كما هي منذ نحو 10 سنوات بأشكال مختلفة. هذا وقال مندوب ليبيا الدائم لدى مجلس الأمن الطاهر السني إنه التقى نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري وبحث معها التحديات التي تواجه العملية السياسية. نعم، وأضاف السني في منشور له على منصة إكس أنه بحث مع خوري المناقشات التي دارت داخل مجلس الأمن حول ليبيا، بالإضافة إلى جهود البعثة الأممية وتقييم عملها خلال الفترة السابقة. أبدى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند تقديره لالتزام المبعوث الأممي المستقيل عبدالله باتيلي تجاه الشعب الليبي وسعيه لتجاوز الانقسامات وتحديد خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات وطنية. هذا وأضاف نورلاند في منشور له على حسابه الخاص بمنصة إكس قسم الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية. أضاف أنه أكد خلال اجتماعه مع باتيلي على مواصلة الولايات المتحدة العمل مع البعثة الأممية والشركاء الدوليين والليبيين في جميع أنحاء البلاد لإجراء انتخابات وطنية بحسب وصفه. قال عضو مجلس النواب جبريل وحيدة إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لم يرغب في الوصول إلى الانتخابات متخذا نهج سابقته ستيفن ويليامز بحسب تعبيره. وأضاف وحيدة في مداخلة مع الأحرار أن رغبة باتيلي في جمع أطراف متضادة على طاولة واحدة ومحاولة لإبقاء المشهد في حالة جمود سياسي، مضيفا أن المبعوث الأممي ما هو إلا أداة لدول كبرى لم تبدي أي جدية للوصول إلى الانتخابات لإخراج البلاد من أزمتها على حسب قوله.
بدوره أثنى وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف الأربعاء على جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي للإسهام في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين. جاء ذلك خلال لقائه بباتيلي في نيويورك عقب تقديمه آخر إحاطة له وإعلان استقالته، وتبادل خلالها الطرفان وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة الليبية وفقا لما نشرته الخارجية الجزائرية. لوح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة باستخدام الجزاءات ضد كل من يهدد السلم والأمن في ليبيا، مؤكدا دعم بلاده للمبادرة الأممية، داعيا في الوقت نفسه لترحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا. من جهته قال المندوب الروسي إن تحقيق التسوية في ليبيا ما زال هدفا بعيد المنال في ظل الجمود السياسي، مؤكدا أهمية تشكيل حكومة موحدة قادرة على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. جلسة مجلس الأمن الثلاثاء بخصوص ليبيا والتي قدم فيها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي آخر إحاطة له قبل تقديم استقالته لم تختلف كثيرا عن الجلسات السابقة، حيث ما زالت المواقف الدولية من الملف الليبي متباينة إلى الآن وتعكس حالة عدم اليقين التي أسهمت في استمرار جمود العملية السياسية. الولايات المتحدة أكدت أن التوصل إلى اتفاق سياسي مهم للوصول إلى الانتخابات وإيجاد طرق مبتكرة لإقناع أصحاب النفوذ الرئيسيين بالجلوس إلى طاولة الحوار، ولم تخفي قلقها من أنشطة مرتزقة فاغنر في ليبيا ودمجهم فيما بات يعرف بالفيلق الإفريقي الروسي وتزايد انتهاكات حظر الأسلحة. في المقابل أكدت روسيا أن احتمالات التوصل إلى تسوية مستدامة ليست واضحة بعد بسبب انقسام السلطة التنفيذية، ورأت أن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة سيكون الأفضل للحفاظ على الاستقرار، داعية إلى انسحاب متزامن وتدريجي لجميع الجماعات المسلحة والوحدات العسكرية غير الليبية. وهنا توضح موسكو مسألة وجودها في ليبيا في ظل التقارير الدولية التي تتحدث عن إمدادات عسكرية روسية إلى شرق البلاد، حيث أكدت أنها تحافظ على اتصالات بناءة مع كافة الأطراف الليبية ودفعها نحو الحوار والبحث عن حلول وسط، متهمة واشنطن بتعزيز وجودها العسكري في البلاد. من جهتها قالت المملكة المتحدة أن المأزق السياسي في ليبيا لا يمكن أن يستمر، وأن الاشتباكات الأخيرة في معبر راس الجير هي تذكير بهشاشة المشهد الأمني في البلاد، ودعت القادة الليبيين إلى العمل بشكل بناء مع البعثة الأممية دون شروط مسبقة لحل القضايا العالقة التي تؤخر الانتخابات. فرنسا بدورها شددت على ضرورة استئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة جديدة قادرة على قيادة البلاد إلى الاستحقاق الانتخابي، وقالت إن التوترات الأمنية كبيرة والفراغ السياسي لا يفيد سوى المجموعات المسلحة ويسمح بالتدخل الأجنبي مما يزعزع استقرار البلاد والمنطقة بأكملها. أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حرصه على مواصلة المشاورات مع كل الأطراف بأهداف الوصول لتسوية سياسية شاملة تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة ترضي جميع الليبيين. نعم سميرة، جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع سفير مملكة بريطانيا لدى دولة ليبيا مارتن لونغدين الأربعاء، ناقش خلاله أهمية العمل والتنسيق بين الأطراف المعنية بالأزمة، بالإضافة إلى استمرار دعم بريطانيا للجنة المالية العليا كأداة تضمن التوزيع العادلة للموارد مع الإفصاح والشفافية والترشيد في الإنفاق. ولتسليط الضوء أكثر حول آخر التطورات السياسية ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من سوانزي المحلل السياسي فرج فركاش. أهلا وسهلا بك سيد فرج. المواقف الدولية غير الواضحة حتى اللحظة بعد استقالة عبد الله باتيلي، أيضا الأطراف المحلية الفاعلة التي لم تعبر عن مواقفها حتى اللحظة، هل نستطيع القول بأن البلاد دخلت في حالة من الترقب والبحث عن حل؟
نعم، مساء الخير استاذ محمد، ومساء الخير زميلتك، وكل عام وانت واصدقائنا بألف خير. اتمنى وأنت يكون الصوت خير. نعم، بالنسبه طبعا لما حدث للاسف من استقاله، انا شخصيا لم اكن اتوقع ان اكون بهذه السرعه، لاننا نعلم مدى صعوبه ربما تعيين رئيس لبعثه جديد، ولكن اعتقد السيد باتيلي ادرك انه وصل الى طريق مسدود، خاصه بعد اصطدامه بحائط المعرقلين، وراينا في خطابه الذي كان نوعا ما خارج عن المألوف وغاضبا، واستخدم عده مفردات لاول مره، منها انه لقى مقاومه عنيده، وان هناك توقعات غير منطقيه من قبل الاطراف، وان حذر ايضا الانقسام الدولي ووضع شروط غير مسبقه من قبل الاطراف، وتحدث عن ايضا المبادرات الفرديه والموازيه، وهذا يعني به مثلا الاجتماع الذي حصل في مصر بين السيد عقيله والسيد تكالا والمنفي، ووضح كيف ان كل هؤلاء الاطراف لديهم تفسير خاص بما حصل في القاهره مثلا، وكيف بعضهم انقلب لاحقا على ما خرج من بيان. اعتقد الموقف حتى الان لا زالت غير واضحه. نحن نعلم طبعا كما جاء في تقريركم تهديد الولايات المتحده بعقوبات وغيرها، ولكن للاسف لم نرى تحرك جدي من قبل الاطراف الدوليه في ظل النزاع الحاصل الان والمصالح المتضاربه. لو استفهمنا استاذ فرج عن الخيارات المطروحه اليوم امام الامم المتحده والمجتمع الدولي، هل من الممكن ان نرى تكرار لسيناريو ستيفاني ويليامز عندما تولت رئاسه البعثه في ليبيا بالانابه، لا سيما بعد تنحي زينينغا واستقاله باتيلي، الان ستيفاني خوري صاحبه الجنسيه الامريكيه، وبالتالي نرى ذات السيناريو يتكرر مره اخرى؟ وطبعا السيد باتيلي ما كان يفتقده هو الثقل من ورائه، كما كان الثقل مثلا لستيفاني ويليامز. لاحظنا طبعا في السابق الثقل الامريكي وبعض الثقل الاوروبي وراء السيد ستيفاني ويليامز، وهذا ما كان يفتقده السيد باتيلي. اعتقد ربما السيده خوري ستحظى بهذا الثقل الامريكي وراءه، ولكن طبعا كما قلنا هناك مصالح متضاربه ومتناقضه في ليبيا، فاعتقد ان الجانب الروسي لن يرضى بان تكون البعثه لدى امريكا عليها هذا التاثير، فستستمر التناقضات. اعتقد ما سيحصل الان هو المراوحه في نفس المكان حتى يتم الاتفاق ربما على مبعوث جديد يرضي كل الاطراف. بالنسبه للاطراف الداخليه للاسف كما جاء في تقريركم تعدد المبعوثين، ومعظم الاطراف التي صاحبت هؤلاء المبعوثين لا زالوا موجودين. فاعتقد المعادله واضحه بالنسبه للشعب الليبي وبالنسبه للمراقبين من الخارج، ان المشكله هي في الاطراف الداخليه اساسا وليس في المبعوث، ما لم يكن هناك توافق ليبي وايضا اجماع على توحيد ليبيا بصوره تضمن هذه الوحده، اعتقد سنستمر في نفس المراوحه بنفس توافق المكان. توافق ليبي وفق المعطيات الحاليه يعتبر بعيد المنال، لذا الفتره الان محدوده جدا من حيث المده الزمنيه امام بعثه الامم المتحده. قرار ولايه البعثه من المفترض ان ينتهي في اكتوبر القادم. سيد فركاش، هل هذه الفترة كافية لحل الأزمة؟ هل تتوقع تمديدا لمهمة البعثة من قبل مجلس الأمن، لا سيما في ظل انسداد كل التوافقات المحلية؟ تدخل الأمم المتحدة سيستمر بالطبع، ولكن خلال هذه الفترة المتبقية لولاية البعثة أعتقد أنه من المستحيل أن يتم حل الأزمة في ظل التعنت الموجود من قبل الأطراف. أنا ألوم بالدرجة الأولى السيد عقيلة ومجلس النواب ومن يناصرهم في إطالة أمل الأزمة ووضع الشروط التعجيزية من خلال إعادة اختراع العجلة من جديد وتشكيل حكومات انتقالية من جديد. كان بالإمكان ربما مواءمة ما يطلبه هؤلاء من حضور السيد حماد، الذي صرح السيد باتيلي نفسه بأنه مجرد واجهة، وأن السلطة الحقيقية والفعلية سياسيا وعسكريا هي في يد
القيادة العامة أو في يد السيد حفتر. فأعتقد جميع ما وضعوه من شروط هو في الواقع كان لإفشال المبعوث الأممي، وأعتقد المبعوث الأممي في النهاية اضطر أن يحفظ ما أواجهه وأن يرحل ويترك هذا الشأن لمبعوث آخر. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. المحلل السياسي فرج فركاش، كنت معنا ضيفا عبر خدمة سكايب من سوانزي، شكرا جزيلا لك. بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع سفير هولندا لدى ليبيا جوست كلارين بيك بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم العملية السياسية داخل ليبيا. جاء ذلك في لقاء جمعهما في طرابلس، ناقش خلاله جهود ملف المصالحة الوطنية لمشاركة جميع الأطراف والوصول إلى إجراء انتخابات، ومن جانبه أبدى السفير الهولندي استعداد بلاده لمواصلة دعم الاستقرار في ليبيا اتساقا مع جهود الرئاسي من خلال الإسهام في إنجاز مشروع المصالحة الوطنية. صوت المجلس الأعلى للدولة على إيقاف باب مبادلة النفط الخام بالمحروقات مع استمرار باب دعم المحروقات. هذا ووصفت عضو المجلس الأعلى للدولة أمين المحجوب في تصريح للأحرار باب مبادلة المحروقات بالباب الكبير للفساد. وأضافت المحجوب أن مجلسها ناقش أيضا تعاقدات الحكومة مع الشركات الأجنبية لتطوير بعض الحقول النفطية رغم انتفاء الحاجة لذلك الاستثمار. وتنضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس عضو المجلس الأعلى للدولة أمين المحجوب، ورحب بك بداية سيدة أمينة. سيدة أمينة، كانت لديكم اليوم جلسة لمناقشة عدة ملفات، من ضمن الملفات التي ناقشتموها هو ملف المصالحة، والملف الأبرز هو ملف إيقاف باب مبادلة النفط الخام بالمحروقات. سيدة أمينة، ما مدى ضمانات تطبيق مخرجات جلسة اليوم من قبل الحكومة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك وضيفك الكرام. بالنسبة لهذا لتصويت في جلسة هذا اليوم على إيقاف هذا البند، لأن هذا البند طبعا كان أصلا شرع أو صدر فيه قرار أيام حكومة السراج، كان هناك خلاف بين محافظ مصر في ليبيا المركزي والسيد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط آنذاك السيد صنعلة، وتم إيقاف دعم المحروقات في تلك الفترة لفترة وجيزة فقط، لمدة شهر فقط. استبدل السيد السراج لإصدار قرار اللي هو المبادلة اللي هي النفط، إعطاء النفط أو تصدير النفط الخام مقابل المحروقات، واستمر هذا لمدة شهر فقط. كان يفترض على الحكومة في تلك الفترة، حكومة السراج، كان عليها بعد ما تم انهاء النزاع بين المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ مصر في ليبيا المركزي أن تصدر قرارا بإلغاء القرار الصادر حتى لا يتسنى لحكومة أخرى أو لجهة ما أنها تستغل هذا البند وتستطيع أنها تمرر فيه صفقات بدون حساب ولا بدون، طالما أن هناك مبالغ مرصودة في الميزانية للمحروقات باب 6 مليار تقريبا، اللي هو تقريبا 30 مليار دينار ليبي، 6 مليار دولار. فبالتالي هذا يكفي لتغذية السوق المحلية من المحروقات، ولا نحتاج إلى بديل المبادلة النفط الخام بالمحروقات إضافة لبند المحروقات الموجود في الميزانية العامة أصلا. هذه نقطة، وهذه مكافحة للفساد طبعا. ناهيك عن أن نقطة الاستثمار الشركات في تطوير الحقول النفطية، هي أوريدي الحقول النفطية موجودة وتنتج في النفط، تحتاج فقط للتطوير لأن هناك حقول تحتوي. نعم. على سيدة أمينة، سنأتي على ذكر هذا الأمر خلال هذه المداخلة، ولكن من ضمن الملفات التي تم مناقشتها اليوم أيضا ملف المصالحة الوطنية، ما هي الملاحظات الذي يريد مجلس الدولة إضافتها لقانون المصالحة الوطنية سيدة أمينة؟ المصالحة الوطنية هو طبعا المجلس الرئاسي قام بإصدار قانون صحوة البين، وأنتم تعلمون جميعا أن قانون صحوة البين هو يعني يسير في إطار المصالحة الوطنية العامة، وهناك قانون العدالة الانتقالية الصادر من المؤتمر الوطني العام في تلك الفترة لا يختلف كثيرا عن هذا القانون، ولكن هناك بعض النصوص والمواد التي تستوجب أو تتطلب إبداء ملاحظات عليها.
اللجان في المجلس على الدولة 7 لجان، تمكنت بعض اللجان من مراجعة القانون وإبداء الملاحظات قدمتها لمكتب الرئاسة. هناك بعض اللجان لم تتمكن من أنها تراجع نصوص قانون إصلاح 73 نقطة نقطة حتى تبدي عليها الملاحظات، بحيث أن نحن نقوم بتجميل كل الملاحظات التي الواردة على قانون إصلاح 73 ونحيلها لمجلس النواب لتحفظنا على هذه النقاط أو تعديلها أو بالوضع اللي هي عليه ثم او تعديلها واقرارها من بعد من قبل مجلس النواب. ولكن بالصوره الحاليه الان هناك نقاط عديده يجب الوقوف عليها، يعني في هناك يعني لتطبيق العداله الانتقاليه لتطبيق موضوع مثل ماذا سيده امينه؟ مثل ماذا سيده امينه؟ لا هناك نقاط لا تستعني الان، لان رجعنا نحن اللجنه القانونيه مجموعه من النقاط تحفظنا على بعض النقاط لا تحضرني الان الامانه، يعني كان اليوم هي جلسه اليوم كانت الملف الابرز او النقاط الابرز في الحوار في النقاش داخل المجلس على الدوله واللي تم التصويت عليه هو الملف النفطي فيما يتعلق بالمبادله النفطيه النفط الخام بالمحروقات، وكذلك موضوع الاستثمار في الشركات لتصوير الحقول النفطيه. تم التصويت على هذين الموضوعين يعني وكان الوقت خلاص تقريبا خرجنا عن الوقت المعتاد للجلسه، فرفعت الجلسه مع التحفظ على السيد الرئيس ألح على كل اللجان انها تقدم كل ملاحظاتها في خلال اسبوع، بحيث ان تجمع كل الملاحظات من قبل 7 لجان ويقوم المجلس الاعلى للدوله بتمرير هذا القانون او يحاسب مجلس النواب بعد نقاط التحفظ التي يراها مجلس طيب الدوله. سيده امينه دعينا لتتضح الصوره اكثر للمشاهد، لماذا جاء الان الحديث عن رفض المجلس الاستثمار في الحقول النفطية عبر الشركات الأجنبية؟ هل علم المجلس ربما توجه الحكومة لإصدار القرار فاستبقتم ذلك بمناقشته وطرحه في المجلس اليوم؟ لا هو الأمر ليس طالعا في الحكومة، هو القصة أن الحكومة الوحدة الوطنية أتت بناء على اتفاق سياسي، والاتفاق السياسي ينص حرفيا بان الحكومه تقوم ب يعني كانها حكومه تسيير اعمال لا يحق لها ان تقوم بعقد عقود طويله الاجل، هذه تاتي بها او تقوم بابرامها الحكومه المستقره بناء على انتخابات رئاسيه وبرلمانيه مقبله ان شاء الله. ولكن الحكومه الان يعني تستطيع الحكومه ان هي تستثمر فعلا تطور الحقول النفطيه بناء على داخل مؤسسات داخل شركات تتبع المؤسسه الوطنيه للنفط بدعم من مؤسسات الدوله الليبيه اللي هي الشركه العامه للاستثمار او بعض البنوك الليبيه تستطيع ان تدعمها ماديا، وهذه الشركات بدايه ونهايه هي تتبع المؤسسه الوطنيه للنفط، اصولها وقسومها يرجع للميزانيه العامه، فبالتالي هي ملكيه للدوله الليبيه، فلا داعي لوجود شركات اجنبيه للتطوير، نحن لا نستخرج، نحن نطور حقول نفطيه موجوده اصلا تنتج هذه الحقول، ولكنها محتاجه الى التطوير لكي ترفع نسبه الانتاج في ما تستخرجه من النفط والغاز. طيب بعيدا سيدة أمينة عن جلسة اليوم، ودعني أختم معك هذه المداخلة بسؤالك عن الزيارة المرتقبة لرئيسي مجلس الدولة والنواب إلى فرنسا، هل حدد موعد لها من قبل المجلس؟ هل هناك عندك أي علم أو أخبار بهذا الخصوص؟ لا علمني للأسف، لا علمني بذلك. أنا أعلم أن السيد الرئيس إذا كان هناك زيارة مرتقبة كان يفترض أن أقرها اليوم أمام المجلس أو أطرحها أمام الأعضاء، ولكن إلى هذه الساعة إلى هذا الوقت لا علمني أن هناك زيارة مرتقبة في فرنسا بين رئيسي المجلسين. نعم، من طرابلس عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أما الآن مع جولة في الأخبار الاقتصادية يصحبنا فيها الزميل حمزة قديش، إليك حمزة. شكرا لكما. ارتفعت أسعار صرف سلة العملات الأجنبية أمام الدينار في انطلاق التداولات بالسوق الرسمية وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي. هذا وسجل سعر صرف الدولار 4.893 دنانير فيما سجل سعر صرف اليورو 5.194 دنانير، واستقر سعر صرف الجنيه الاسترليني على قيمة صرف بلغت 6.89 دنانير. يذكر أن بيانات صرف العملات الأجنبية الموضحة في بيانات مصرف ليبيا المركزي تضاف إليها نسبة الضريبة المقدرة بنحو 27%.
من ناحية أخرى، سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعا ملحوظا في السوق الموازية، حيث سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا بلغ 7 دنانير و420 درهما، كما سجل سعر صرف اليورو ارتفاعا وصل إلى حدود 7 دنانير و779 درهما، في حين سجل أو استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني عند حاجز 9 دنانير و50 درهما. في ظل المخاوف من الوضع الاقتصادي في البلاد، استعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة عبر وكيلها سهيل أبو شيحة عددا من التفاصيل الاقتصادية. أبو شيحة وفي تصريحات لسي إن بي سي عربية أكد أن حجم الإيرادات النفطية بالربع الأول من العام الجاري بلغ 6 مليارات دولار. ويضيف أبو شيحة أن ميزانية العام الماضي كانت متعادلة بإيرادات غطت المصروفات، مؤكدا تسجيل فائض في الميزانية العامة في الربع الأول من العام الجاري بلغ 10 مليارات دينار. وفق قوله، خلال الربع الأول من عام 2024 تجاوزت الإيرادات النفطية الربع الأول 6 مليار دولار. المالية العامة حققنا فائض 10 مليار دينار، كان إجمالي الإيرادات الحكومية 23 مليار والإنفاق كان في حدود 13 مليار، هناك فائض في المالية العامة 10 مليار دينار. هذه التصريحات تأتي في ظل استمرار أزمة تذبذب سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية في عموم البلاد، والتي تستمر معها التساؤلات حول مواعيد ضبط السوق في ظل الإجراءات التي اتخذها المركزي لتنظيم بيع النقد الأجنبي بالمصارف. وبالتزامن مع ذلك، تشير توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد الليبي بنسبة 4.8% وارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.7% خلال العام الجاري. بيانات تأتي بعد يوم واحد من إحاطة باتيلي حول الاقتصاد الليبي، والتي عرج فيها على تدني قيمة الدينار الليبي، مشيرا إلى أن الحل في الاتفاق على ميزانية موحدة وفق إدارة شفافة وعادلة وخاضعة للمساءلة القانونية. هذا يتفق مع مطالب مصرف ليبيا المركزي لحل أزمة تذبذب سعر الصرف. وفي ظل هذه المتغيرات، تعاني السوق التجارية في مناطق البلاد من تضخم في الأسعار، وذلك في ظل استمرار أزمة شح السيولة النقدية بالمصارف التجارية. بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي صديق الكبير مناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا مع المدير التنفيذي لمكتب المجموعة البنك الدولي توغرشا. بحث دور المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية. الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن تطرق كذلك إلى مناقشة تحديات البنوك المركزية في دول المنطقة في مواجهة التضخم ودورها في تعزيز النمو المستدام والتنويع الاقتصادي ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة ورقمنة الاقتصاد وتوسيع نطاق الشمول المالي ووسائل الدفع الإلكتروني. هذا وشارك محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير في الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة الاستشارات الأفريقية في الصندوق النقد الدولي التي تناقش أطر تقوية المالية العامة والتنمية في إفريقيا والتعامل مع الأزمات المركبة في الاقتصاد العالمي والقارة الإفريقية. وبحسب المركزي، فإن الاجتماع الذي عقد في واشنطن بحضور المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومحافظي البنوك المركزية في إفريقيا ناقش كذلك دور صندوق النقد الدولي في تقوية الشراكات مع دول القارة ودعمها في اتخاذ مزيد من إجراءات الإصلاحات وتحقيق معدلات النمو في معظم دول القارة وتراجع معدلات التضخم ونسب الدين العام. أعلن المصرف التجاري الوطني إلى أنه بإمكان أهالي مدينة غدامس شراء احتياجاتهم الأساسية من خلال 39 نقطة بيع مختلفة. وأشار المصرف في بيان له إلى أنه بإمكان شراء الاحتياجات عبر خدمة يسر البيع التابعة له، لافتا إلى أن نقاط البيع تشمل المجمعات التجارية والمخابز والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية وأنشطة عديدة أخرى وفق بيان المصرف. نشرت شركة الخطوط الجوية الليبية أسعار التذاكر لرحلاتها الدولية من مطار عتيقة بالعاصمة طرابلس، مشيرة إلى بلوغ سعر تذكرة الطيران إلى تونس ذهابا وعودة بسعر 590 دينار. هذا وكشفت الشركة عن سعر تذكرة الطيران القاهرة ذهابا وعودة حيث بلغت 1255 دينارا، فيما بلغ سعر التذكرة اسطنبول 937 دينارا للذهاب والإياب. واستقر سعر صرف أو تذكرة طرابلس الإسكندرية والعكس على 950 دينارا.
رست بميناء طرابلس البحري ناقلة الوقود أنوار إفريقيا محملة ب 25 ألف طن من البنزين. هذا وأشار فرع الشركة الليبية للموانئ بميناء طرابلس البحري إلى وصول السفينة ميري روفو وعلامتها أكثر من 4000 طن من زيت الطهي، بالإضافة إلى سفينة إكسن سارة محملة بأكثر من 30 ألف طن من الذرة وعدد من السفن المحملة بحاويات تتضمن سلعا وبضائع مختلفة. كشفت شركة البريغ لتسويق النفط والغاز عن توزيعها أكثر من 4 ملايين لتر من البنزين وأكثر من 1.5 مليون لتر من وقود الديزل على محطات العاصمة طرابلس وضواحيها. وأشارت الشركة إلى أنها وزعت من مستودع راس المنقار بمدينة بنغازي أكثر من 6 ملايين لتر من البنزين وأكثر من 6 ملايين أخرى من الديزل على مدن المنطقة الشرقية، في حين وزعت الشركة أكثر من 1 مليون لتر من البنزين و 280 ألف لتر من الديزل على مدن المنطقة الجنوبية انطلاقا من مستودع سبها النفطي. ختم جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، العودة الآن إلى الزميلين سميرة ومحمد. شكرا لك حمزة. شكرا لكما. وقعت شركة الخدمات العامة عقدا مع شركة أويل إنفست للاستثمارات النفطية لزراعة 1 مليون شجرة داخل العاصمة طرابلس. يتضمن العقد زراعة الأشجار على مساحة 1450 هكتارا بموقع الأحياء البرية، وذلك لمواجهة نسب انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة والمساعدة في مكافحة ظاهرة التصحر. المشروع طبعا يعتبر مشروع حقيقي للتنمية ومشروع قومي للمحافظة على الأكسجين ولحجز الانبعاثات الكربونية ولمواكبة الدول المتطورة في برنامج الحد من التطرف المناخي. So we will start in May. سنبدأ في شهر مايو. With few thousand of trees. تقريبا مجموعة يعني بضعة آلاف من الأشجار. But the idea is to take advantage of the seasonal best period for planting. ولكن الفكرة هي أن احنا ناخد في الاعتبار أحسن مواقيت لزراعة هذه الأشجار اللي هو السيزن أو الموسم. So in November there will be another tranche of planting. وسيتم بالتالي الزراعة أو بداية الزراعة أو المرحلة الثانية في نوفمبر. وفي نقطة نقاشنا لهذه الليلة ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس مدير إدارة الحدائق بشركة الخدمات العامة محمد عبية. أهلا بك، أهلا ومرحبا بك سيد عبية في هذه النشرة. بعد تعاقد شركة الخدمات العامة مع شركة أويل إنفست للاستثمارات النفطية، ما هي المواقع المستهدفة بالتشجير داخل العاصمة وما الجداول الزمني لذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أود أتقدم بالشكر لقناتكم الموقرة التي أتاحت هذه الفرصة للتوضيح بالمشروع. لو سمحتي عودي، ممكن تعودي سؤالك؟ نعم، كنت قد سألتك سيد عبية، بعد تعاقدكم مع شركة أويل إنفست للاستثمارات النفطية، ما هي المواقع المستهدفة بالتشجير داخل العاصمة؟ البداية الموقع المستهدف اللي هو المنتزه الأحياء البرية وطريق المطار، الجزء الأول اللي هو يغطي مساحة 134 هكتار تحديدا. الهدف منه هو حسب ما التصريحات اللي أدليت في الحفل التوقيع الواحد أنه هو يتم تجهيز المكان وتجهيز الموارد اللازمة لأعمال التشجير، وبداية الزراعة حتكون بإذن الله الفعلية حتكون بإذن الله شهر نوفمبر القادم. وصول الأشجار دفعات الأشجار حيكون في مطلع شهر مايو القادم بإذن الله على دفعات. طبعا المستهدف في سنة 2024 معدل 15000 إلى 20000 شجرة من نوعين اللي هم الصنوبر والثرول.
نعم، طيب ما هي الجداول الزمنية؟ هل هناك من خطة معدة موضوعة لتنفيذ التعاقد بين الشركة العامة للخدمة العامة وشركة أول إنفست للاستثمارات النفطية؟ هل تم وضع خطط ما؟ موجود جدول زمني لزراعة هذه الأشجار، وهذا من نتاج للعديد من الاجتماعات والتشاورات من الخبراء الفنيين سواء على مستوى الشركة الأويل إنفست أو على مستوى شركة الخدمات العامة أقرب المكلفة بها إذا تحديدا يعني في شركة الخدمات. هناك العديد من الاجتماعات صارت والزيارات الميدانية وعدة جداول وزمنية للمستهدف فبإذن الله يكون خير، يعني يكون شيء واقع ملموس، مش مجرد أنه هو دعاية أو أنه هو عبط كلالة. حيكون في بإذن الله، لأن أكثر حاجة في هذا المشروع أنه لا يعتمد على ميزانية الدولة نهائيا. المشروع هذا حيطلع على الواقع بإذن الله. طيب حضرتك، عند الانتهاء من العاصمة طرابلس، هل هناك من تمديد لباقي المناطق لتنفيذ هذه الاتفاقية، يعني تسجير مناطق غير طرابلس خارج طرابلس؟ هل هناك من ربما اتفاقية ستبرم بهذا الخصوص؟ المصرح به في التوقيع المعاهد في التوقيع الاتفاقية ان حيكون هناك على مستوى ليبيا بالكامل، يعني مش حتى مدينة طرابلس فقط. يعني صرح به هذا في الاجتماع، وبإذن الله حيكون نتيجة التنسيق ما بين اللجان والمنظمات الراعية لمثل هذه الأمور إن شاء الله، وزارة الزراعة، الجمعيات الوطنية للتطهر والمنظمات الأخرى. نعم، مدير إدارة الحدائق بشركة الخدمات العامة محمد عبية، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس، شكرا جزيلا لك. أما الآن مع جولة لأهم الأخبار الرياضية مع الزميل بدر عمار، تفضل. شكرا إليك بدر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يخوض منتخبنا الوطني يوم الجمعة المقبل لقاءه أمام المنتخب المغربي صاحب الضيافة ضمن نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة القدم داخل الصالة. منتخبنا الوطني تأهل إلى نصف النهائي بفوزه على منتخب ناميبيا ب11 هدفا مقابل 5 ليحتل المركز الثاني في المجموعة ويضرب موعدا مع المنتخب المغربي في المربع الذهبي يوم الجمعة عند الساعة 9 ليلا، بينما يلتقي قبل ذلك المنتخب المصري مع المنتخب الأنغولي في الدوري ذاته. تقام الخميس مباراتان ضمن مباريات الجولة 16 لفرق المجموعة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقي الاتحاد المصري جاره البشائر بملعب الشموع بقيادة الحكم محمد الشحومي، وفي مباراة أخرى يستقبل أساريا ضيفه الخمس بملعب الزاوية بصافرة الحكم عبد الواحد حرويدة في افتتاح مباريات الجولة 16 من البطولة. هذا وتستكمل مباراة الجولة يوم الجمعة بمباراتين والسبت بمباراة واحدة، حيث يلتقي أبو سليم مع الاتحاد بملعب أبو سليم بدون حضور الجمهور، ويلاقي سويحلي فريق الملعب الليبي بملعب جميل، على أن تختتم مباراة الجولة 16 بلقاء وحيد يوم السبت يجمع المدينة الوصيف مع الأهلي طرابلس متصدر المجموعة. هذا وتنطلق يوم السبت المقبل مباراة الجولة 15 لفرق المجموعة الأولى بمباراتين في ملعب شحات الأبيار. الصداقة سيستضيف بملعب شحات ضيفه المروج، بينما يلاقي الأنوار ضيفه الصقور بملعب الأنوار. وستتواصل مباراة الجولة بمواجهتين يوم الأحد، حيث يخوض الهلال مباراته أمام التحدي بملعب بنينة، والتعاون يلاقي الأخضر بملعب جدابي، على أن تختتم لقاءات الجولة بالمجموعة الأولى بلقاء الدربي يوم الاثنين المقبل بين الأهلي بنغازي والنصر بملعب شهداء بنينة. تنطلق الخميس مباراة مرحلة إياب الدوري الليبي لكرة اليد بمواجهتين ضمن المجموعة الثالثة. قاعة 17 من فبراير للألعاب الرياضية ستحتضن مباراة المشعل مع اتحاد الشرطة في المواجهة الأولى.
وفي المواجهة الثانية يستضيف الاتحاد ضيفه الأولمبي. هذا وتختتم مباراة المجموعة الثالثة يوم السبت بلقاء القمة الذي يجمع الأهلي طرابلس مع الجزيرة بقاعة نادي اتحاد الشرطة. أخيرا جرت مراسم إيقاد شعلة أولمبياة باريس 2024 بأشعة الشمس في مدينة أولمبيا القادمة باليونان والتي انطلقت منها الرحلة نحو باريس. ويمثل الحفلة بداية مسيرة الشعلة التي ستنتهي في باريس معلنة بدء الألعاب الأولمبية في 26 من يوليو المقبل. وسيجري تسليم الشعلة إلى منظمي ألعاب باريس في أثينا يوم 26 من الشهر الجاري، ثم تغادر في اليوم التالي إلى فرنسا على متن سفينة ذات ثلاث سواري. وستصل الشعلة الأولمبية إلى مارسيليا في 8 من مايو المقبل، ومن المتوقع أن يحضر ما يصل إلى 150 ألف شخص الحفلة في الميناء القديم بمارسيليا. ختام الجولة الرياضية في هذه الليلة، العودة إلى سميرة ومحمد وبقية أخبار الليلة. شكرا لك بدر. قام متطوعو الهلال الأحمر بني وليد بالتوجه إلى وادي دينار لمساعدة الأهالي بعد ورود بلاغ بارتفاع منسوب المياه. وأكد رئيس فرع الهلال الأحمر بن وليد علي الفقه عملهم رفقة شركة الخدمات العامة على شفط المياه حتى انخفاض منسوبها إلى جانب فتح المسارات المغلقة، نافيا وجود أي حوادث مرورية أو حوادث غرق. كان منسوب المياه في بداية البلاغ حوالي من 40 إلى 50 سنتيمتر فوق الطريق. الآن الطريق العبور الحمد لله ماشي مستمر، في الأول كان متوقف، كان في عائلات عالقة، الحمد لله فضل الله وفضل اللجنة الأمنية هذه سيطرنا على الوضع والحمد لله الأمور طيبة إن شاء الله. أعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان وصول الدفعة الأولى من لقاحات الحمى القلعية للمواشي إلى مدينة بنغازي تمهيدا لتسليمها لمعبي الأغنام بعد توقف استيرادها لسنوات. أذا وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن اللقاحات بلغت 2,300,000 لقاح من إجمالي 7,500,000 تم التعاقد عليها، مبينا أن هذه الدفعة هي الأولى التي تصل للبلاد منذ العام 2015. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا إنها مولت صيانة قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى سبرات التعليمي الذي يعمل دون انقطاع لتغطية احتياجات المنطقة الغربية. وأوضح رئيس قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى محمد الجراي أن القسم جرى تطويره ورفع سعاته السريرية إلى قرابة 20 سريرا، إلى جانب افتتاح صيدلية جديدة داخله. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا تقديمها دعما لعيادات في طرابلس والزاوية تتمثل في أسرة طبية وكراسي متحركة ومعدات مختبرات. أوضحت المفوضية في تغريدة لها عبر منصة إكس أن الدعم يستهدف نحو 35,000 اللاجئين وأفراد المجتمع في المناطق التي تعاني تردي الخدمات الصحية. اتفق ممثلو وزارة الداخلية ممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثة الأممية في ليبيا، اتفقوا على إعداد توصية لمجلس الأمن يرفع بعض العقوبات على الشرطة الليبية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر بعثة الأمم المتحدة، اتفق فيه الحاضرون على صياغة توصيات لرفع العقوبات المتعلقة بحظر المعدات والتجهيزات التي تستخدم في المجال الشرطي. اختتمت الثلاثاء النسخة الثانية من ماراثون غراغرا الذي أقيم على الكثبان الرملية ببلدية الغريفة. وشهد الماراثون مشاركة 250 متسابقا من مختلف الفئات العمرية إلى جانب مشاركات من دولتي الجزائر وتونس،
تنافسوا جميعا في سباقي 21 كيلومترا والخمسة كيلومترات. أقامت مؤسسة المقرأة الليبية الاحتفالية بمناسبة الانتهاء من ختمة الأوائل التي حوت قراءات لخمسة واربعين مشاركا، سبق وأن تحصلوا على الترتيب الأولى في حفظ القرآن الكريم في المحافل الدولية. وقال القائمون على المقرأة إن هذه الختمة تتميز بمشاركة قراء من المناطق الجنوبية والشرقية والغربية. الختمة جمعت ما لم تستطع السياسة أن تجمعه. الختمة جمعت قراء الشرق، قراء الغرب، وقراء الجنوب، واجتمعوا على مائدة القرآن في بيت الرحمن في هذا المسجد العامر، مسجد مراد آغا. هذه الختمة يعني استهدفت القراء المتميزين الذين تحصلوا على تراتيب سواء في المسابقات المحلية على مستوى ليبيا أو المسابقات الدولية العالمية، وشارك فيها نخبة طيبة من القراء وهم صفوة تبارك الرحمن، وأخذت أيام في التحضير والتجهيز، ولا يخلو عمل من مشاق، ولكن الحمد لله ذللت بفضل الله ثم بجهود الأخوة المباركين سواء من الإعلاميين أو من اللجنة أو من القراء أنفسهم. شاهدنا بهذا وصلنا إلى ختام النشرة. الآن نترككم مع حوارية الليلة يصحبنا فيها الزميل خالد سعيد. إلى اللقاء. إلى اللقاء. من الأكثر مسؤولية عن تردي الوضع المعيشي للمواطن في ظل أزمة السيولة وتقييد الوصول إلى منظومة النقد الأجنبي وقرار الضريبة وغياب الميزانية العامة؟ بعد الفاصل.